هاي، موسم الشتاء بلش ومعه بلش الخوف من الفيروسز واهم الجريب يلي بينتشر بكثره خلال الفتره. الخبريه الحلوه انه في عدد كبير من الماكولات بتقوي مناعتكم وبتبعدكم عن هالمرض، مثل الجينجر يلي هو من اهم المنتجات يلي بتحارب الجريب. تناولوه مع الشاي او الاعشاب. فيتامين سي طبعا يلي موجود بالحمضيات على انواعها، بالفليفله، البطاطا، الفريز والاناناس. كمان السوائل مهمة كتير لمحاربة الجريب وأهم المي، ومن الأفضل تكون معدنية. الشوربات على أنواعها وخاصة شوربة الدجاج بتحارب الفلو لأنها بتحتوي على بنسلين طبيعي وبتساعد على فتح مجرى التنفس. مين قال الأفضل نقوي مناعتنا بأشياء طبيعية مثل الإكيناسي والمأكولات؟ أنا قال شوفكم بكرة.